بسم الله ما شاء الله درجة ممتازة. سنفصل ما بين الصوت والأداء. طب ما قلت الصوت كان موجود درجة 90%، الأداء كان ممتاز درجة 100%. الأداء طبعا أنت بدأت بمقام البياتي، وبعدين جيت من البياتي رحت درست في قضية عادة فجعلة من الجزائر فتحا قريبا، وكانت الأداء ممتازة يعني. في الآخر القراية أنت نهيت مقام النهوان في قضية على سيماهم في وجوه الناس في السوق، ودرجة السوق كانت عالية جدا، بسم الله ما شاء الله قراية ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم.